جدد حياتك ودائما متجددين، وعشان نجدد إشراقة بشرتنا والترهلات اللي ممكن تصيب والتجاعيد تصيب وجهنا وبشرتنا، عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. موضوعنا اليوم في جدد حياتك عن الجمال والتجميل. ضيفنا المميز اليوم منورنا في الأستوديو الدكتور هيثم القزلان، استشاري جلدية. مساء الخير دكتور هيثم. مساء النور والنور نوركم. يا هلا فيك. ودنا كذا قبل ما ندخل في موضوع الليزر وشد الوجه بالليزر، نبغى نعرف كذا باختصار إيش الأسباب أصلاً اللي تخلي الوجه ممكن يترهل مع الوقت. ممتاز. في البداية مع العمر الوجه يصير فيه أشياء معينة. أول شيء اللي هو كثافة العظام في الوجه، كثافة العظام تقل، اللي هي أساس الوجه اللي تمسك للأنسجة الثانية. الشيء الثاني اللي هي الدهون اللي في الوجه تقل وتتركز في المنطقة السفلية من الوجه. حلو، فيعطيني شوية ترهل. في أنسجة ضامة في الوجه تمسك لي الوجه كامل، هذه برضو ترتخي ويصير عندي ارتخاء فيها. الشيء الثالث اللي يصير معاه، الرابع اللي يصير معانا، اللي هي الجلد نفسه يترقق، فلما يترقق الجلد يصير فيه تجاعيد. الأشياء اللي نقدر نستهدفها بأجهزة الطاقة اللي هي الأنسجة الضامة بالموجات الصوتية أو بالموجات الراديو. الشيء الثاني الجلد بالليزر أو بالموجات نفسها، موجات الراديو. ممتاز. طيب دكتور، احنا ذكرنا الأسباب اللي تؤدي إلى ترهلات الوجه، إذا تكلمنا عن تقنية شد الوجه بالليزر، ممتاز، وش هذه التقنية؟ كيف طريقة عملها؟ حلو، احنا بالتقنية هذه نستهدف الجلد فقط. ما فيها جراحة هي؟ ما فيها جراحة. ممتاز. لا، نستهدف الجلد. فطبعا الليزر يعطينا حرارة على الجلد، هذا الحرارة تؤدي إلى شد الجلد وتحسين التجاعدات السطحية اللي موجودة في الجلد. طب إيش عيوب ممكن هذه العملية أو التقنية هذه اللي هو ليزر شد الوجه؟ عيوبها أن على بشرتنا الخليجية فيها تصبغات وفيها خلايا صبغية، فإذا تحمسنا شوي وحاولنا نحسن التجاعيد بجلسة واحدة مثلا، ممكن ينتج عن هذا تصبغات. بينما في البشرة الأوروبية من جلسة واحدة في أجهزة الليزر ممكن تعطيك تحسن للتجاعيد كبير جدا. طب ممكن واحدة تخاف تقول لا أنا ما أبغى أستخدم ليزر بشد الوجه، هل في بدائل ولا هذا أفضل تقنية؟ في بدائل للحالات المتوسطة والخفيفة، اللي هي مثلا الموجات الصوتية والموجات الراديو. موجات الراديو أصلا التقنية اكتشفت أو اخترعت للبشرات الخليجية، البشرات الآسيوية، البشرات الشرق آسيوية، لأنها كتقنية فيها إبر تدخل تحت الجلد وتعطيني الطاقة، طاقة الراديو، فتعطيني حرارة من تحت الجلد متفادية تماما الخلايا الصبغية، فما تنتج عنها تصبغات، يكون عملها من الداخل، يعني من داخل الجلد. إيه نعم. دكتور، قبل شوي تكلمنا عن ترددات، تقنية ترددات الراديو أو الراديو، هذه أبغى أعرف كيف بالضبط، لو تفصل لي عنها بالضبط. طيب، التقنية هذه هي عبارة عن موجات راديو، الهدف منها تعطيني حرارة تشد لي الجلد فيها. طريقة الدليفري أو إيصال الموجات هذه تكون إما عن طريق إبر أو عن طريق بروب، اللي هو بروب يكون تحت الجلد يدخل ويشد لي، يعطيني الحرارة ويشد لي الجلد فيها. ممتاز. يعني تقريبا هي نفس تقنية الليزر، ما فيها جراحة. هي ما فيها جراحة، بس في فرق. الليزر عبارة عن ضوء، الضوء هذا يكون موجه من سطح الجلد إلى المناطق العميقة من الجلد. هذا الليزر تقليدي. هذا الليزر تقليدي. هذا الليزر فيه عيب إنه لما يمر على سطح الجلد يمر على خلايا الصبغية، فممكن يعطيني تصبغات وهو قاعد يعطيني العمل حقه. فهذا هذا محفز من الداخل، يعني مو من الخارج. صحيح، هذا الراديو. طيب دكتور هيثم، أبغى أعرف الواحد مثلا كم جلسة تتوقع يعني عشان تعطي النتائج اللي هي يرغبها؟ طيب، هنا نقدر نقول كم جلسة، طبعا يعتمد على الهدف من الجلسات. فلما يجيني شخص ما بدأ عنده إلى الآن ترهل في الوجه ونبغى نحافظ على وجهه من غير ترهل، هنا يكون جلسات محافظة، تكون مرة مثلا في السنة، مرة كل 6 شهور. بس لما يجيني شخص عنده ترهل بسيط أو ترهل متوسط، فهنا لا، نحتاج نسوي له جلسات مثلا شهريه الى نوصل للنتيجه المرضيه، وبعدين تصير جلسات محافظه. يعني دكتور، انا ممكن اسويها يعني قبل ما تجيني الترهلات. صحيح. وممكن اسويها اذا جتني ترهلات. يعني ممكن باي عمر الواحد يبدا فيها. صحيح، بس ما نهمل ونترك الين يصير الترهلات شديده. اذا صارت شديده ما لنا غير الحل الجراحي. طب متى تظهر النتائج الفعليه؟
النتائج تبدأ من بعد 6 أسابيع وتستمر الفائدة إلى فترة تقريبا 6 أشهر نشوف الشد يكون معنا. يا سلام. طيب احنا ودنا نسأل بعد إيش المناطق اللي ممكن نستخدم هذه التقنية لمعالجتها؟ هل فقط يعني الترهلات والتجاعيد اللي في الوجه ولا كمان الجسم؟ لا أبدا، نقدر نستعملها في أماكن كثيرة، منها الوجه أكيد، أحيانا الرقبة، في اليدين بعد برضو ممكن. اليدين، الركب، الأكواع، الأفخاذ الداخلية، السواعد نفسها، كل الأماكن اللي ممكن تظهر فيها تجاعيد ممكن نستعمل فيها يعني مو بس للوجه. طب أنا عندي سؤال، يعني إيش فرقها فرق الخيوط لشد الوجه؟ يعني طب تقول لي واحدة مثلا ليش أروح أسوي ليزر، طب ما أحط خيوط وخلاص بما أنها منتشرة يمكن بالفترة الأخيرة. في فرق طبعا، الخيوط ممكن تقارنها بالفيلر، الخيوط عبارة عن خيوط تذوب جوه الوجه، تشد للوجه فترة معينة تقريبا 6 أسابيع يذوب الخيط ويرجع كل شيء على ما كان عليه. الفرق أنه من وجهة نظري أنا الخيوط هذه مصنعة من مادة تعطيني تحفيز، فإنها مع الوقت ومع تكرار استعمالها تعطيني امتلاء للوجه غير مرغوب فيه، فعشان كذا ما أفضلها. ممتاز. طيب وش المناطق، أكثر المناطق اللي في الوجه، يعني الوجه سواء منطقة الجبهة أو الخدود أو حوالين تحت العين، وش أكثر المناطق اللي يكون فيها نستخدم هذه التقنيات؟ يعتمد، إذا تقنية الهدف منها الأنسجة الضامة العميقة فهي منطقة الخدين ومنطقة أعلى الرقبة، نحتاج نشدها على وراء. التجاعيد السطحية تكون مثلا في منطقة الجبهة، حول العينين، حول الفم، هذه التجاعيد السطحية اللي يكون فيها مثلا الليزر أو الموجات الكهرومغناطيسية اللي أو الموجات الراديو ساري. ممتاز. يعني عدد الجلسات تختلف، مثلا إذا أبغى أعمل أنا شد في الخدود أو في الجبهة تختلف عدد الجلسات هنا وهنا أو التقنية نفسها؟ صحيح، التقنية تختلف، عدد الجلسات يختلف، ويختلف برضو من شخص لشخص ومدى الترهل مدى التجاعيد اللي عنده. طيب احنا ودنا نكمل في خلينا نقول مثلا خلينا في الليزر، بس ودنا نروح موضوع ثاني، ليزر لتقشير البشرة، يعني ممكن هل ممكن يفيد كمان بالتجاعيد والترهلات ولا لا يختلف تماما عن ليزر شد الوجه؟ ممتاز. الليزر تقشير الوجه، الوجه غالبا يكون لما نتكلم عنه نتكلم عن ليزر CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي الناس تسميه الان فراكشنال. هذا فراكشنال يعني الاسم، هذا المصطلح يمكن حفظناه من كثر ما نسمعه ونسويه. صحيح، هو من اوائل الليزر اللي طلعت، او سابقا كان ليزر كاحت كامل، بعدين طلع المصطلح الفراكشنال اللي هو ليزر مقسم. فالهدف مننا انه يقشر او يشيل جزء من البشره تقريبا من 10-15%، بحيث أنه يسمح لباقي البشرة أن تجدد نفسها. فالليزر ممتاز جدا للتقشير، وممتاز جدا مثلا لعلاج حبوب الشباب، لعلاج التجاعيد، زي ما قلنا أنه إذا شدينا في الليزر هذا ممكن أنه يعطيني تصبغات. آمنة هي هذه الإجراءات إذا كان اللي يسوي الإجراء إنسان يعني طبيب عارف للاستعماله وكيف يستعمله، أكيد هو آمن جدا. موضوعنا اليوم عن شد الوجه بالليزر، في معنى أبو راشد. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير أبو راشد. الله يمسيك بالنور. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مسيك بالنور، هلا وسهلا. الدكتور هيثم القزلان اليوم قاعدين نتكلم عن موضوع شد الوجه بالليزر، وش حاب تسأل الدكتور؟ والله أبغى أسأل الدكتور، يعني ما فيه يعني بدائل مثلا يعني غذائية أو تمارين رياضية يعني تعفينا من الأوبر وتعفينا من هالعمليات التجميلية؟ يعني ما في بدائل إنه الشخص مثلا في 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 سن 40 مثلا في يعني إنه وصل لمرحلة زادت عنده التجاعيد والترهلات قصدك؟ لا، قبل أنا أتكلم في سن 40 مثلا، يعني قصدك الترهلات، هل في نمط غذائي معين مثلا؟ قصدك أبو راشد أنه قصدك أبو راشد مثلا أسلوب غذائي أو شيء يتبعه أو بعض التمارين بحيث أنه ما يضطر أنه يسوي هذه الإجراءات، مظبوط؟ يا سلام عليك. نعم، يعني في المستقبل ما يضطر، لأن أنا أشوف ناس ما شاء الله يعني كبار بالسن، يعني خاصة مثلا في مثلا مناطق مكة وجدة ما شاء الله، يعني كبار السن هناك مع ممارسة الرياضة، أنا ما أدري وش النمط الغذائي اللي ماشيين عليه، أو تجاعيدهم قليلة، عكس مثلا أنا الجنوبي، المنطقة الجنوبية كبار السن عندنا لا، لأنه مثلا بعيدين عن الرياضة مثلا، الغذاء مثلا في شيء ما أدري، فأشوف أن التجاعيد هنا غير مثلا الكبار السن مثلا المنطقة الغربية. وصلت، هذا اللي لاحظته، يعني حبيت أسأل الدكتور. يعني يلا وصلت فكرتك الآن، يجاوبك الدكتور. خليك على السمع. شكرا لك دكتور. سؤال أبو راشد ممتاز واضح.
طيب عشان نجاوب على السؤال هذا نبي نقول وش العوامل اصلا اللي تزيد التجاعيد. مثلا الشمس، التعرض المفرط للشمس، التدخين، الاكيد السمنه والاكل غير الصحي، الدهون المهدرجه والاشياء هذه، فاكيد الرياضه، الامتناع عن التدخين. السهر يأثر يا دكتور؟ السهر أكيد يأثر، بس ما في دراسة معينة تقول إن لا الواحد إذا كان يسهر إن التجاعيد تزيد. مع إن أبو راشد في الجنوب، يعني جوه الجنوب حلوة غريبة. ممكن أحد من العوامل الأخرى هي اللي مسببت لهذا الشيء، بس لا نقول فعلا لما نحافظ على نمط حياة صحي أكيد التجاعيد بتقل. بس هل هي تغني عن الليزر أو لا؟ الليزر ما هو شيء أساسي، لكن إيش الهدف منه؟ الهدف منه إنه يعطينا فائدة زيادة. طيب يعني طيب بغض النظر عن البيئه اللي موجودين احنا فيها. صحيح. طيب دكتور، هذا سؤال ابو راشد يقودنا الى سؤال اخر. الماسكات الطبيعيه، بعضهم يقول لك احط زبادي، ما ادري احط عليه ما ادري وش، والخلطات هذه المشروع يحطونها على وجههم، هل هي تعطي نتائج زي شد الوجه بالليزر؟ اتمنى، ليت والله. للأسف تعطيك ترطيب للوجه، ايه بس غير عن كده. النظاره بس ما تعمل شد الوجه؟ لا ابدا. طب متى العمر المناسب اللي أبدأ في أن أستخدم هذا الليزر؟ للمحافظة مثلا الموجات الراديو والأشياء هذه نقدر نبدأ من العشرينات، يعني المحافظة على الوجه حتى لو ما كان فيها. حتى لو ما كان فيها، نعم. يا سلام. طيب خلينا نرجع لسؤال منى اللي تقول أنا سويت تقشير بالليزر مرة مرتين بس ما فات، ما سوى شيء، ويمكن ضررت البشرة أكثر من أنها تحسنت، إيش ممكن السبب؟ ممكن أسباب كثيرة. أنا ما أعرف وش الهدف اللي تسوى له الليزر. هل هو للشد؟ هل هو لعلاج أثار حبوب شباب؟ هل هو لعلاج تصبغات؟ ممكن تضر البشرة، نعم، إذا استعملت الإعدادات الخطأ في البشرة الخطأ، نعم ممكن تجينا أضرار وتصبغات زيادة في البشرة. فلازم نعرف الهدف الأساسي. هنا نرجع أنه لازم المريض أصلا لما يجي للطبيب يسأل عنه، يسأل عن الهدف الأساسي، وش الهدف، وش الخطة العلاجية، كم جلسة بحتاج، وش النتائج المتوقعة في الليزر. طيب نصيحة أخيرة حاب تقولها دكتور؟ إنه نصيحة أخيرة، إنه ما هو في إجراء معين يسوي لي كل شيء، هي إجراءات متعددة. مثلاً ترحل الوجه، إذا ترحل بسيط مثلاً ممكن نحتاج الفيلر، ممكن نحتاج البوتوكس، ممكن نحتاج الليزر، فهي إجراءات كاملة مكملة لبعضها. طيب من صاحب القرار يكون في هذا الشيء؟ صاحب القرار الأول والأخير هو المراجع والمريض أو المريضة. الطبيب هو عبارة عن عامل مساعد يشرح الأشياء كاملة. وطبعا اكيد اذا الطبيب يلاحظ ان هذا الاجراء ما هو مناسب، امانه لابد يبلغ المراجع او المراجعه ان هذا الاجراء غير مناسب لك. طيب انت يا دكتور، طيب انا لو جيتك مثلا للعياده وقلت لك يا دكتور انا ابغى تسوي لي هنا فيلر، وابغى اشد كذا، وابغى اشد كذا، وابغاك تسوي لي هذا الشيء، ولا تفضل اني انا جاي اقول لك يا دكتور انا وش ناقصني، ولا وش تشوف ينقصني؟ اثنينهم اسلوبين كويس. بس انت لما تجيني وتقول لي مثلا انا ابغى فيلر مثلا في منطقه الخد، وانا اشوف انك ما انت محتاج فيلر منطقه الخد، لازم اقول لك ان لا، انا اشوف انك مثلا تحتاج في المنطقه الفلانيه او ما تحتاج ابدا. يعني انت تفضل اني اجي اقول لك انا وش ابغى، انت وش تبغى. انا بصراحه تقدم لي النصيحه بعدها. احنا كاطباء تجميل نلاحظ عيوب في اغلب الجهه اللي نشوفها، فلما تيجي تقول لي انا وش محتاج، انا اخاف اني افتح عيونك على شيء انت ما انت ملاحظه. والله ملاحظين، يعني ما في احد ما في عيوب.